السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع مستر كاش، موقع لسه جديد. دي واجهة الموقع من الخارج. طريقة الشغل في الموقع: بتجمع 60 كوين بتحصل على 1 دولار زي موقع شرحناه قبل كده. بنيجي من هنا نخش على التسجيل، بتكتب الاسم والايميل وعادة الايميل والباسورد وعادة الباسورد، وتحدد الجنسية وتعمل تحدد البلد وتعلم على الشروط وتعمل تسجيل. بقى انت كده بقالك حساب في الموقع. هتيجي من هنا تحط رقم، تحط الايميل والباسورد وتعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايفين دي واجهة الموقع من الداخل. هتيجي من هنا مشاهدة الفيديوهات. الموقع بيديك 20 من عملة الكوين، يعني 1 كوين دي 20 منها. لما تجمع 100 كوين بتاخد واحد، يعني هندوس هنا كده تابعوا ال20 بيحسبوا. زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصت الفيديو ال20 جزء من الكوين هتتضاف. هنعمل ريفرش للصفحة او هندوس على الاعلانات في فيديوهات تاني. اتضافت. هنرجع تاني هنشوف حاجة تانية غير الفيديوهات. في هنا اختصار الروابط، عندكم اختصار الروابط زي ما انتوا شايفين كده، مجموعة اختصار روابط كويسة في الموقع. هنشوف كده اقل حاجة عشان ايه الشغل عليها. بتيجي هنا بتدوس على كلمة دهيت. تابعوني للاخر عشان تفهموا الموقع. الموقع برضو تضغط هنا هيفتح لنا كباتشا. اهي الكباتشا ظهرت اهي. هندوس كده هنحل الكباتشا. سيارة هننتظر 10 ثواني. هنضغط هنا. في كود بقى لازم نجيبه ونحطه في الخانة اللي فاتت. بعد ما تخطينا الكابتشا هناخد الكود اللي احنا قلنا عليه اللي هو دوت. هنلاقي كود هنا باللون الاحمر اهو، الكود ده هناخده ونحطه في الخانة دي ونعمل كلوز. وبعد كده هندوس على العلامة دي كده. هناخد كده خدنا قيمة الاعلان وتحسب لنا 1 سنت زي ما انتوا شايفين. دي طريقة الشغل في الموقع. وفي هنا عروض برضو. ده كده الشغل في الموقع. وفي حاجة تاني اللي هو رابط الإحالة بتاعك، ممكن تاخده وتنشره. ليك 10% عن كل شخص بيشتغل. الموقع بيعطيك 10% لكل شخص بيشتغل عن طريقك. وفي هنا السحب. طريقة السحب ازاي؟ لما تجمع 60 كوين بتختار البنك اللي انت شغال عليه، في الباير وفي فودافون كاش
وفي كاش دولار، في حوالي 4 أو 5 بنوك اهم. شوف البنك اللي انت شغالين عليه وحدده، وحط هنا الرقم بتاع المحفظة او الايميل حسب البنك اللي هتسحب عليه، وتقوم جاي عامل طلب. هتلاقي الطلب نزل هنا في قائمة الانتظار، وأول ما يدفع لك هتلاقيه راح كاتب لك ايه، تم السحب. بس هو كده، دي كل الشغل عن الموقع. ولو في وفي جروب للموقع وصفحة، لو عملت كلمة مصراوي، مصراوي كاش، هتلاقي ظهر معاك الجروب بتاع الموقع والصفحة للموقع. وكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.